السلام عليكم. اليوم نروح لولاية وهران لنعرفكم على هذه الإقامة الرائعة، يعني التصميم رائع اللي راه يقيد الإنشاء بحي العقيد لطفي إذا الشرق مدينة وهران، واللي الإقامة هذه تقع على 10 طوابق، ونشوف طراز رائع، ويعني نسبة تقدم الأشغال بها سوف نشاهد ذلك مع نهاية الفيديو. يعني راهي حوالي 70 أو 80%، حيث أنه كل الأشغال نتاع الهندسة المادية انتهت، وما يبقى إلا الأشغال الثانوية لترافو ديكور سيكوندير. إذا اللي ما زالت أترككم تتابعون ما تبقى من الفيديو، والسلام عليكم.